أيها الرفاق والرفيقات، يمتحن الذهب في النار، وفي النار رمينا، ومن النار ذهبا خرجنا. فشكرا لك يا الله. كيف ما بدنا نكون أوفياء وشهدائنا شباب إلهم أسامي ووجوه، شباب بتدب الحياة بعروقهم بقوة وزخم. الدنيا مش ساعتهم، يمكن مشان هيك فضل يروح لهونيك بالمطرح اللي ما إله حدود. شباب عندهم أحلام وتطلعات وشعور وأحاسيس، شباب عندهم أمات وبيات وإخوة وأخوات وزوجات وأطفال وقرايب وأصحاب. احترقت قلوب العلاقة كتير وبكيوا أكتر وأكتر. كيف بعد فينا ما نكون أوفياء؟ فينا ما نكون أوفياء وأول من جمعنا وشق طريقنا وقعد مسيرتنا صاعد شهيد. بشير ما في إلا ما يكون حي فينا. ونحن بدايتها والنهاية، ونحن أصلا من رسم هذه الطريق، هذه خرائطها في جعبتنا، مكتوبة بدمنا، مرسومة بأجسادنا، مزيحة بإيماننا. نحن من رفع لواء المقاومة، نحن من قاساها ومشاها، وخيارنا هو الصحيح، هو الثابت، وهو الطريق والحق والحياة. بدي أقول لكل اللبنانيين، قبل ما يكون في مارون الراس وبنت جبال والخيام، كان في عين الرمانة وبلة والأشرفية وأنات وزحلة. نحن المقاومة، نحن بيها وإمها وولادها وأحفادها، هيك كنا على مر التاريخ وهيك رح نبقى إلى أبد الأبدين. آمين.